تصنف الصنوبريات ضمن شعبة عاريات البذور. أشجار الصنوبر راتنجية كبيرة الحجم معمرة متخشبة أوراقها إبرية. ضعيت بالمخروطيات لأن بذورها تتشكل ضمن أعضاء تكاثرية بشكل مخاريط. توجد المخاريط المذكرة والمخاريط المؤنثة على النبات نفسه، فيعد بذلك الصنوبر نباتاً منفصل الجنس أحادي المسكن. تكون المخاريط المذكرة صغيرة هشة برتقالية عند النضج، يتراوح طولها عادة بين 1 و5 سنتيمترات. تظهر لفترة قصيرة من العام بقواعد الفروع الفتية، وتتوضع على النبات بشكل متعدد متجمع، ثم تسقط بمجرد إلقاء حبوب لقاحها. أما المخاريط المؤنثة فتظهر في نهاية الفروع الفتية بشكل مفرد أو مزدوج. وتكون أكبر حجماً من المخاريط المذكرة، حيث يتدرج طولها بين 3 سنتيمترات و60 سنتيمتر، وذلك تبعاً لأجناس الفصيلة وأنواعها. كذلك يتغير لونها بين جنس وآخر، ويتدرج غالباً من الأخضر إلى البني الداكن عند النضج الذي يستغرق من 1.5 سنة إلى 3 سنوات. عندما تنضج حبات الطلع تتفتح الأكياس الطلعية، وتتحرر منها كميات كبيرة من حبات الطلع الناضجة ذات الأكياس الهوائية التي تمكنها من الطيران محمولة على التيارات الهوائية إلى كوى البذيرات الفتية في المخروط المؤنث الفتي. يتألف المخروط المؤنث الفتي من محور مركزي يرتكز عليه بشكل لولبي عدد من الأزهار الأنثوية. تتألف كل زهرة من حرشفة، وعلى سطحها العلوي بذيرتان عاريتان، وبأسفل كل حرشفة قنابة. تتكون البذيرة الفتية من لحافة تترك فتحة تدعى القوة، يفرز سطحها الداخلي مادة لاصقة تعمل على لصق حبات الطلع. تحيط تلك اللحافة بنسيج مغذى يدعى النوسيل. تتوسط الخلية الأم للأبواغ الكبيرة ذات الصيغة الصبغية 2N. تنسل حبات الطلع بين الحراشف الأنثوية لتلتصق بالسطح الذي ذو القوة، ما يحفز سطح نوسيل البذيرة الفتية على إفراز قطرة اللقاح التي تسحب بدورها حبات الطلع إلى الحجرة الطلعية. تنغلق الكوة لحماية حبات الطلع داخل البذيرة، وبعد ملامسة تلك الحبات لسطح نوسيل البذيرة الفتية وترطيبها بقطرة اللقاح، تنتج وينمو الأنبوب الطلعي انطلاقا من الخلية الإعاشية منغرسا في النوسيل وحاملا في مقدمته نواة الخلية الإعاشية. في أثناء ذلك تنقسم الخلية الأم للأبواغ الكبيرة انقساما منصفا، لينتج عن ذلك 4 أبواغ كبيرة أحادية الصيغة الصبغية. تتلاشى 3 منها وتبقى 1، تلك البعيدة عن القوة.
والتي تنقسم انقسامات خيطية عدة لتعطي نسيجاً مغذياً آخر يدعى الإندسبيرم، لتدخل البذيرة بعد ذلك حالة سبات حتى ربيع السنة التالية، فيتوقف نمو الأنبوب الطلعي في منتصف طريقه لمدة عام بانتظار نضج البذيرة وتشكل الأرحام. في ربيع السنة التالية تكمل البذيرة نضجها وتتشكل الأرحام من تمايز بعض خلايا الأندوسبيرم. يتألف الرحم من عنق وبط بداخله عروس أنثوية أحادية الصيغة الصبغية. يستأنف الأنبوب الطلعي نموه قبل أيام قليلة من الإخصاب، وتنقسم نواة الخلية التوالدية انقساماً خيطياً لتعطي نطفتين نباتيتين تتواضعان خلف نواة الخلية الإعاشية. يصل الأنبوب الطلعي إلى عنق الرحم فتتمزق نهايته، وتتحرر منه نواة الخلية الإعاشية والنطفتان النباتيتان في بطن الرحم. تتحد النطفة الأولى مع البويضة الكروية 1N مشكلة بيضة ملقحة 2N، أما النطفة الثانية ونواة الخلية الإعاشية فتتلاشيان. يحدث الإخصاب في كل الأرحام، وتتطور كل بيضة ملقحة إلى جنين، لكن البذيرة الناضجة لن يبقى فيها إلا جنين واحد. تنقسم البيضة الملقحة في بطن الرحم 4 انقسامات خيطية متتالية، ينتج عنها 16 خلية صيغتها الصبغية 2N، تتوضع في 4 طبقات، وفي كل طبقة 4 خلايا، تدعى السفلية منها بطبقة الطلائع الرشيمية، تعلوها طبقة حوامل الأجنة، ومن ثم الطبقة الوريدية لتشكل الطبقة المفتوحة الطبقة العلوية. يتسارع نمو أحد الطلائع الرشيمية بالانقسامات الخيطية ويتمايز إلى رشيم نهائي في وسط الأندوسبيرم. يتألف الرشيم النهائي من جزير وسويقة وعجوز وفلقات عددها من 6 إلى 12 فلقة. يهضم الأندوسبيرم النوسيل ويحتل مكانه، ويتضخم نتيجة تراكم المدخرات الغذائية في خلاياه، وتفقد البذرة الجزء الأكبر من مائها. تتحول اللحافة إلى غلاف متخشب مجنح، وتدخل البذرة حياة بطيئة بعد تشكلها لتنتج وتعيد الكرة من جديد مع ظروف بيئية مناسبة.